تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله، بداية أسبوع جديد إن شاء الله، الله يجعل في هالأسبوع كل خير وبركة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني بداية أسبوع تكون مفعمة بالحيوية والنشاط للجميع. مثل ما عودناكم مستمعينا، أول فقراتنا بتكون إن شاء الله الفقرة التوعوية. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، بنتكلم عن مرض الهيشيموتوز والتغذية. مرض الهيشيموتوز له علاقة كبيرة بالغدة الدرقية، وطبعا جميعنا وهو مثبت علميا الغدة الدرقية تلعب دور كبير في عمليات الأيض اللي في الجسم، كذلك لها دور كبير من ناحية خسران الوزن أو زيادة الوزن وكذلك ثبوت الوزن. بنتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير محمود. صبحت الله بالخير أستاذة سهير. صباح الخير، أهلين. صباح النور، نشكركم على اختيار الموضوع، لأن ناس كثيرة تتطرق لهذا الموضوع وتربطه كثيرا، خاصة الناس اللي تبغى تنزل وزنها أو يعني صعوبة في تنزيل كذلك الوزن بخصوصها. اليوم رح نتكلم عن الهاشيموتوز ديزيز. نعم. مرض الهاشيموتوز اللي هو عبارة عن مرض بيكون جهاز المناعة بيهاجم يعني موصلي بهاجم الغدة الدرقية اللي هي ثايرويد جلاند. فبالتالي هذا المرض بيؤدي معظم الأوقات إلى الهايبوثايرويدزم اللي هو كسل بالغدة. نعم. فهو اللي بيصير إنه الغدة يعني بدمرها جهاز المناعة، فبالتالي ما بتنتج ثايرويد هرمون بشكل كافي انه الجسم يقوم بالوظائف المفروض هو يعملها. صحيح. فهذا المرض بالعاده بيكون بالنساء اللي هن بمنتصف العمر، بيصير عند النساء، وايضا بيكون موجود عند بعض الرجال والاطفال. وهذا الشيء هذا المرض ايضا ممكن ينتج عن نقص بالايودين اليود. فنحن بالتشخيص اللي بنتج عن فحوصات الدم هو انه بيطلع عنا الـ TSH عالي، وبكون عنا الـ T4 يعني طبيعي الى منخفض. تمام. نعم. في عنا عدة اسباب بتزيد عرضة بعض الناس انه يصير عندها شيموتوز ديزيز، اللي هي الوراثي. صحيح. والجندر والعمر، بكون معظم الأوقات بمنتصف العمر بيظهر هذا المرض، والجندر بكون عندنا النساء معرضين أكثر من الرجال للهاشيموتوز ديزيز. ويكون في نقص في إفراز، نوضح بطريقة سهلة، نقص في إفراز هرمون القدة الدرقية في الجسم، فيكونون مثل. نعم. مثل ما نذكره مثل خمول في دائما نذكره بهال. أيوة. خمول في. أيوة. إفراز هرمون القدة الدرقية. نعم. في عدة أعراض لهذا المرض. في عنا التعب، في عنا الكسل، هدول الناس كمان ببردوا بشكل سريع، بكون عندهم امساك الله يكرمك. نعم. بكون في البشره بتكون جافه وبتكون باهته،
وجههم ممكن يكون منفوخ شوي بسبب احتباس السوائل، بيفقدوا شعرهم بكميات كبيرة، ممكن يصير في عندهم اللسان يصير شوي منتفخ، بيصير في عندهم وجع بالعضلات والمفاصل، نعم بيصير في عندهم ضعف بالعضلات، وأيضا عند النساء بيصير في عندهم يعني الدورة الشهرية بتستمر أكثر من 7 أيام، وبكون النزيف يعني يكون فيها الدم غزير أو حتى خربطة فيها، يعني فينا أو حتى خربطة فيها خربطة. ممكن كمان لأنه هدول الناس بسبب الكسل بالغدة وعدم إفراز الثايروكسين بشكل كافي ممكن يصير في عندهم إنسولين ريزيستنت، يعني ممكن الإنسولين يصير عندهم عالي، وكمان ممكن هذا الشيء صاحبه زيادة بالوزن، غير الزيادة بالوزن بتعرض النساء لتكيس على المبايض، ممكن التكيس على المبايض يقطع الدورة أو يأخر الدورة أو يغلبة الدورة، وكمان it will contribute لزيادة بالوزن أكثر كمان. صحيح. غير هيك ممكن يكون في عندهم اكتئاب، وغير هيك في عنا مضاعفات من هذا المرض إذا ما تعالج، ممكن يصير في عنا أول شيء يكون كسل، بعدين يصير فرط نشاط وبسموا المرض غويتر. نعم. ممكن يصير غويتر اللي هو لما الغدة الدرقية تنتفخ بشكل كبير وظاهر تعمل زي لمب بالرقبة، نعم تتضخم، ممكن يؤدي إلى مشاكل بالقلب، ممكن مشاكل بالصحة النفسية، احتباس مي، ممكن الأطفال اللي بيخلقوا للأمهات اللي عندهم هاشيموتوز ديزيز يكون عندهم بيرد افكت، يعني خلل خلال مرحلة تطور الطفل، ممكن يطلع الطفل مش طبيعي. كمان بتعرضوا بشكل كبير للسرطان بالغدة، وأيضا ممكن يتعرضوا لـ other autoimmune disorders، إحدى هاي يعني أمراض تانية يعني ممكن يصير عندهم أمراض تانية ناتجة عن الهاشيموتوز، زي مثلا عندك السيليك ديزيز اللي هو المرض اللي الجسم ما بعود يهضم فيه الجلوتين اللي هو البروتين فراكشن الموجودة بيه الويت والراي والبارلي، يعني بالقمح، هذا بتعرف هلأ الترند صارت الجلوتين فري. فهدول الناس ممكن يصير في عندهم جلوتين هايبر سنسيتيفيتي، مش بالضروره سيليك ديزيز، ممكن الجلوتين هايبر سنسيتيفيتي يعني حساسيه من الجلوتين. هو اي مرض مناعي، لان الهاشيموتوز أيوة. اصلا هو مرض مناعي، فيعني اي فبما ان اثر على قده فاحتماليه كبير كذلك ياثر على قدد ثاني في الجسم او أيوة. ياثر على اماكن ثانيه في الجسم. نعم، ممكن كمان يعمل النوع الاول من السكري، ممكن نعم. يعمل أنيميا بي 12 أنيميا، فيتامين بي 12 أنيميا اللي هم بسموها كرنيشيس أنيميا. نعم. في كمان ممكن يؤدي للبهاق، لأنه كمان البهاق هو عبارة عن مرض مناعي. مرض مناعي. بالنسبة نعم. أستاذ سهير، يعني معظم سواء السيدات أو الرجال اللي يونا ويعانون من الهاشيموتوز أو يعانون من نقص في إفراز القدة أو خمول في إفراز هرمون القدة الدرقية، يشتكون من شيء واحد أو تركيزهم في شيء واحد، أو حتى الشخص إذا بعد ما تشخص يقولك وزني ما نزل أو وزني ثابت مع أني أنا على يعني نظام غذائي صارم على رياضة معينة بس وزني ما ينزل، فكيف تكون تقضيتهم؟ يعني معظم الناس اللي يشتكون من هذا المرض. طبعا أهم شيء للناس اللي حابين إنه يسووا كنترول على وزنهم، سواء هن بدهم يسووا كنترول أو لا، إنه ياخذوا الجرعة المناسبة من هرمون الثايروكسين. نعم. غير هيك في عنا الناس اللي عندهم كمان ديفيشنسي باليود، يعني نقص باليود، المفروض ياخذوا العادي هي بتتعالج بشغلة اسمها بوتاسيوم أيودايد، يعني مثل حبوب بتكون مكونة من يود البوتاسيوم. نعم. تمام. غير هيك في الناس اللي عندهم المفروض هم يكونوا بشكل عام على حمية عالية بالألياف، عالية بالسيلينيوم، فيها بروتينات تعتبر لين بروتين اللي هي مثلا عندك زي الفيلي السمك، اللحم الأبيض، يعني صدر الدجاج مثلا لأنه بيكون فيه نسبة دهون قليلة، اللحم الأحمر مثلا يحدوه لمرتين لثلاث مرات في الأسبوع، تكون كمية بسيطة ويكون اللحم اللي مشول عنه الدهن الفيزبل اللي قادرين يشوفوه بالعين المجردة. غير هيك المفروض ياخذوا الأكلات اللي هي عالية بالدهون الغير مشبعة، وأيضا ياخذوا الفيتامين دي ريتش فود، الفيتامين دي يعني الأكلات اللي فيها فيتامين دال. هلا بالنسبة للسيلينيوم هو موجود بكمية عالية بنص اسمها برازيل نص. نعم. هذول بيكونوا أكبر نت تقريبا، بيكون يعني طوال وكبار بشبه اللوز، نفس اللوز صح. تاني أعلى عنصر بالسيلينيوم هو السيفود، بعدين في عنا الأكل المدعم بالسيلينيوم، بعدين طبعا إحنا المسلمين ما بنأكل بورك، لكن البورك عالي بالسيلينيوم. نعم. بتبعوا البيف، بعدين في عنا البيف يعني لحم البقر، بعدين عنا الجاج، بعدين في عنا البيض، بعدين في عنا الرز البني والموز.
فيهن سيلينيوم، لكن أعلى عنصر بالسيلينيوم اللي أنا بفضل المرضى اللي عندهم هاشيموتو يركزوا عليه هو البرازيل نات والسيفود، يأكلوا سيفود بكثرة. بالنسبة للأشياء العالية بالدهون الغير مشبعة، هي في عندك زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، الأفوكادو، زبدة المكسرات زي الألموند باتر والكاشو باتر والبينات باتر والزيتون وزيت الفول السوداني. تمام ممتاز. غير هيك لازم هذول المرضى يبتعدوا عن السكريات، وأيضا الـ 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 الأشياء مثلا الخبز الأبيض، الرز الأبيض، يأخذوا دائما الهول جرينز يعني الحبوب الكاملة، ويبتعدوا دائما كمان عن الأكل المعلب لأنه تكون فيه نسبة أملاح عالية كمادة حافظة، فهي المادة الأملاح العالية تؤدي إلى احتباس مي زيادة بجسمهم، هني أوريدي ممكن يعانوا من احتباس المي بالجسم. صحيح. أيوة. غير هيك المفروض يبتعدوا عن الدهون المشبعة والترانس فات. الترانس فات اللي هو الدهون اللي الترانس اللي هي موجودة مثلا عندك بالبيكت آيتم زي مثلا الكيك، البسكوت، الكراكرز، هالأشياء هاي المفروض يبتعدوا عنها. حتى الزيت يعني المفروض إنه ما يستخدموه أكثر من مرتين لما يقلوا بالبيض. والأحسن إنه يبتعدوا عن المقالي لأنه هني أوريدي بيكون في عند المشكلة بالوزن. الوزن صحيح. غير هيك الناس اللي عندهم سيليك ديزيز أو جلوتين هايبر سنسيتيفيتي المفروض إنه يبتعدوا عن الجلوتين ويروحوا يراجعوا مع أخصائي التغذية عشان إنه تثقفهم وين الجلوتين موجود بشكل واضح وين الجلوتين موجود بشكل مش واضح، لأنه في عدة أسامي ممكن تكون يعني مستخلصة من الجلوتين بالأشياء المصنعة على البروسيس فود خصوصا. صحيح. وكمان مفروض دائما هني يروحوا للأشياء اللي على الليبل موجود جلوتين فري، بكون بالعادة مصاحب إلى لاكتوز فري. هلا هني ممكن يكون في عندي لاكتوز هايبر سنسيتيفيتي ممكن لا بيعتمد، فأنا بنصح كل مريض دائما إنه يعمل زي فود ريكول خاص فيه، يعني يكتب كل يوم شو عم ياكل من الاكلات على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء وعلى السناك. نعم. وبعدين يكتب الاعراض المصاحبه علشان نقدر ترول اوت او انه نعرف هو عنده شكيه من اي اكل. Exactly. صحيح، لانه ما في مريض بيشبه الثاني. صحيح اكيد. ونقطه مهمه كذلك ذكرتيها استاذ سهير بخصوص ان الواحد بدايه يعالج المرض ان ياخذ الدواء المناسب عساس يوازن في افراز هذا الهرمون في جسمه. صحيح. في كمان شغلة أخيرة حابة أضيفها اللي هي الأكل اللي فيه غويتروجين. نعم. هذا هذا بيأثر على الميتابوليزم تاع اليود بالجسم، يعني على عمليات الأيض والحرق حرق الأكل في الجسم. أيوة. نعم. أيوة. فالغويتروجين هاي المفروض البيشنت يبتعدوا عنها بشكل عام، اللي هي عندك زي البراسل سبراوت هذا اللي بيكون ملفوف الصغير. نعم. اللفت الملفوف، الكيل، الكيل هلأ صار موضة الكل يأكل كيل. صحيح. عندك كمان الأرنبيط، الخضروات الجذرية مثلا، هاي الأشياء المفروض يبتعدوا عنها لأنه فيها غويتروجين، بس بيقدروا يأكلوها إذا كانت مطبوخة لأنه تأثير الغويتروجين بخف لما الخضرة هاي تنطبخ. ممتاز ممتاز. وصراحة يعني بالنسبة للأكلات يعني تعرفنا على أشياء وايدة، يفضل كذلك المرضى اللي عندهم الهاشيموتوز وحتى خمول في القدة أنهم يركزون عليها وشو الأكلات كذلك اللي يقللون منها أو يتجنبونها. صحيح. أستاذ سهير محمود نشكرك صراحة على الشرح المفصل سواء بخصوص المرض نفسه أو الأمراض كذلك المصاحبة له والتغذية لهذا المرض. نعم أوكي. شكرا أستاذ سهير محمود اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا. أهلي مع السلامة مستمعينا. كانت هذه فقرتنا التوعوية، طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن خدمات صحة الفم والأسنان خاصة بالأطفال بهيئة الصحة بدبي. حرصت هيئة الصحة بدبي على تقديم خدماتها المتميزة لأفراد المجتمع المحلي وفي مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها صحة الفم والأسنان لدى الأطفال اللي يتم تقديمها من خلال كوادر طبية متخصصة في هذا المجال. وللحديث عن هالموضوع يسرنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة قادة خليل أخصائية أمراض الأطفال في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة قادة. وانت بالنور. اشكر اذاعة نور دبي على استضافتي اليوم. هلا فيكم والله. حياك الله ويانا دكتورة.
دكتورة بداية حابين نتحدث أكثر عن خدمات الأسنان اللي تقدمها الهيئة بشكل عام، بس بالخصوص حابين نركز على الخدمات الموجهة للأطفال. بالنسبة للخدمات اللي تقدمها إدارة الأسنان عندنا في هيئة الصحة تنقسم قسمين، خدمات علاجية وخدمات وقائية. الخدمات العلاجية طبعا بشكل عام تضمن علاج التسوس اللي هي من عن طريق الحشوات، التركيبات، وعندنا بعد تركيبات بتقنية 3D، وعندنا حتى خدمات الزراعة والجراحة سواء إذا كانت الجراحة أسنان أو جراحة فكية، التقويم بجميع أشكاله سواء إذا كان ثابت أو متحرك، أو أيضا التقويم الجراحي بالإضافة إلى علاج العصب، وخصوصا الحالات العصب اللي تحتاج استخدام الميكروسكوب أيضا توفرها هيئة الصحة. وعندنا طبعا علاج اللثة سواء الجراحي أو الغير الجراحي، بالإضافة إلى خدمة التنظيف تبييض الأسنان والتنظيف والفلورايد، هذا بشكل عام. ممتاز. وبالنسبة للأطفال بالخصوص، الأطفال اللي يميز هيئة الصحة أنها تعالج جميع مشاكل اللي تخص الأسنان أو مشاكل الفم بشكل عام. نعم. للطفل طبعا ما 90% من العلاجات تستوي في عيادات الأسنان في جميع هيئة الصحة اللي هي العيادات الخارجية وأيضا في بعض المستشفيات، وأيضا عندنا بعد العلاج باستخدام الغاز النيتروس أوكسيد اللي هو الغاز الضاحك، وعندنا بعد اللي هو العلاج جميع الأسنان الطفل تحت تخدير العام. هاي بشكل عام اللي يميز هيئة الصحة بخصوص الأطفال. هي الأطفال لأن صحيح. في وايد علاجات تكون مثلا غير متوفرة في برا الهيئة، احنا نوفرها يعني عندنا. صحيح، وها ممتاز، لأن كذلك تقبل الطفل للعلاج وحتى تعاونه خلال العلاج يحتاج مجهود كذلك كبير وتركيز. طبعا عشان احنا دوم نشجع الأهل إن شو يون تكون أول زيارة الطفل. نعم. للطبيب الأسنان يمكن عمره سنة، أو هاي أول زيارة هي. يكون يوم عمره سنة هي أول هي ليش؟ لأن نحن نعطي نصايح بس عن طريق عن كيف الرضاعة تكون، كيف التنظيف، كيف التغذية، فالأهل يكونون وايد يكونون يعني يسمعون يعني يتقبلون التوعية هذه نعطيهم، وبعدين يكون في زيارة دورية كل 6 شهور. لأن معظم الدراسات نعم. شو لاحظوا أن الطفل كل ما كان أبكر في زيارة طبيب الأسنان كل ما كان نسبة التسوس والحشوات تكون قليلة جدا مقارنة بالأطفال اللي يزورون طبيب الأسنان بوقت متأخر جدا أو يكون فيه ألم، فتكون التجربة جدا سيئة، يمكن الطفل أصلا متألم. صحيح. ويجي لبيئة جديدة وأجهزة جديدة. صحيح. ودائما الأشياء المؤلمة تتطلب علاج يكون شوي نوعا ما يعني قاسي، ما يكون شيء بسيط، فهذا شيء يأثر على نفسية الطفل. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة، حتى بداية يعني عمره سنة توه بادي ياكل أو أنه ابتدى ياكل، بس يعني توه يعني بداية مشوار أنه يبتدي ياكل ويستخدم أسنانه كاملة، يعني من البداية يتعود الطفل على نمط معين، وحتى التعليم للأهالي بكيفية الاهتمام بالأسنان هذا له دور كبير كذلك، خاصة في السنين الأولى للطفل. صحيح، حتى كيفية التنظيف، نوع المعجون، لأن معظم الأهالي يجون أن العيادة المعجون اللي يستخدمونها تكون غلط يعني، فنوع المعجون، كمية المعجون، نوعية الأكل، الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية كيف تكون. صحيح. هالأشياء البسيطة بس تأثر بشكل كبير على صحة الأسنان. دكتورة خلنا نتحدث أكثر عن أبرز المشاكل السنية اللي يتعرض لها الأطفال. أبرز المشاكل اللي تعرض لها الأطفال طبعاً تقريباً 99% اللي هي التسوس. نعم. يعني حتى يمكن نسبة التسوس في الأطفال تكون أكثر عن نسبة مرض الربو ولا السكر، يعني التسوس يعتبر بالنسبة لنا إحنا مرض يعني، ونقدر نعالجه والوقاية منه بشكل بسيط جداً. وفي بعض الأشياء اللي هي مشاكل السنية بسبب الممارسات الغير سليمة لساعات الطفل يسويها مثل مص الأصبع وشيء، بس ها نسبة قليلة. نعم. بس بالنسبة الأهم اللي هي التسوسات، لأن التسوس فيه ترتب عليه أشياء كثيرة مثل التهاب، ممكن يكون التهاب يوصل للعين للفتش، فهي تطلب تدخل جراحي، فهذا كله يكون احنا في غنى عن
من الوقاية الأساسية. صحيح، وها له دور كبير. دكتورة، ذكرتي الممارسات، يعني واحدة من أبرز المشاكل السنية اللي تعرض لها الأطفال بسبب الممارسات غير السليمة اللي يقومون بها الأطفال، فممكن تذكرين بعض الممارسات هذه الغير سليمة اللي يقوم بها الأطفال، وكذلك مدى تأثيرها على شكل الأسنان وصحة الأسنان؟ أوكي، أول شيء بتكلم، أول شيء اللي يخص التسوس بعدين الممارسات الخاطئة. نعم. لأن مثلا إحنا مثلا من الممارسات الغير سليمة اللي هو شو، يتم مثلا يستخدم الطفل الرضاع لفترة طويلة جدا، إنزين؟ نعم. فمفروض يعني تشوفين واحد عمره 3 سنين بعد يستخدم المرضعة، فهذا الشيء إحنا نحاول نوقفه، نبدله بشيء نشرب كوب. لازم عقب ما يكون طول الليل يشرب المرضعة، لازم الأهل ينظفون من عقب الرضعة الأخيرة، حتى لو كان بقطعة قطنة نظيفة يمشون بس الأسنان. نعم. هذا قل نسبة التسوس وايد، لأن عادي تشوفين خلال سنتين الطفل أسنانه كلها متسوسة وفيها التهابات. صحيح. والطفل يعني لا يقدر يأكل ولا ينام، فهذا شيء ممكن بكل سهولة الأهل ممكن يتفادونها. صحيح. أما بالشقة الثانية اللي هو الممارسات الغير سليمة اللي هي مثل مص الأصبع، فمص الأصبع إذا كل ما طول الشخص في مص الأصبع، يعني الطفل يكون مثلاً 3 سنين ل 6 سنين هو يمص الصبع، ها كيف يأثر على الأسنان؟ يبرز الأسنان الأمامية. نعم. يضيق الفك العلوي ويصير تزاحم في الأسنان، فالتنظيف يكون مو بأمية بالأمية. صحيح. يقدر الطفل ينظف أو الأهل، لأن في تزاحم في الأسنان والأسنان شوي راكبة شيء، حتى شكل يعني هي حتى شكل الأسنان وشكل الفك يتغير. هي. حتى الأسنان البارزة تكون أكثر عرضة لل يوم يطيحون يتكسرون. صحيح. فهذا بعد هذا خطر ثاني. صحيح. أيوة، فمن المص الأسنان تبرز فيكون أكثر عرضة للإصابات، فعادي مثلا مسكين دزة واحدة كسر على طول. إيه، وهذا ممكن بكل سهولة إذا ننصح الطفل. أهم شيء الطفل متقبل إنها العادة غير سليمة، فتشوفينا إذا وقف العادة هاي سبحان الله الأسنان تصير طبيعية. ممتاز. وإذا في شوية يعني يحاول بس ما في فايدة، يعني نحاول نساعده. شو نسوي؟ نركب لنا الجهاز. نعم. من داخل جهاز تقويم، إنه بس تفكير إنه يوقف العادة، مو كإنه شو اسمه إنك عقاب. لا، أنا ضدها. أن يكون يتذكر أن هذه خلاص يعني. لأن تعود عليها. صحيح. فهاي بالفترة لما يتعود إنه لا أو لا يعني يمص صوتي. بعدين سبحان الله خلال 6 شهور أو أقل الأسنان ترد والعادة تخف، وبس يبالها طبعا شو اللي هو المتابعة، لأن سبحان الله في وايد أطفال. أوكي. بعدين يردون، فبس تفكير. فشيء وايد مهم، عشان في المتابعة الدورية وايد مهمة. دكتور قادة، داهمنا الوقت، بس عندنا سؤال حابين تجاوبين عليه ويانا باختصار، اللي هو له دور كبير كذلك، اللي هو دور التوعوي اللي تقوم بهيئة الصحة للحد من مشاكل الفم والأسنان لدى مختلف فئات المجتمع وبالأخص الأطفال. ما شاء الله هيئة الصحة لها دور كبير في التوعية، إن إحنا طبعا توعية بعد نفس الشيء تنقسم قسمين، توعية داخل الهيئة. نعم. اللي هي في أي دورات توعية تخص أمراض ثانية أو أي فعاليات ثانية الأسنان دوم لها دور فعال، لأن دوم إحنا عندنا مبدأ أن السن هو تابع جزء من جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان، فأي شيء يخص جسم الأسنان داخل الهيئة طبعا الأسنان لها دور كبير، وما شاء الله في وايد أهالي يعني تقبلون هالشيء ويستانسون شيء معلومات ما كانوا يعرفونها. ممتاز. لأن خصوصا هم عندهم تركيز على الجسم، أو مثلا القلب ولا السكر ولا شيء، والأسنان يكون آخر شيء. صح. يمكن يوم هذا شيء وايد وايد يعني يكون مهم. حتى الاستشارة تلاحظين ما يصيرون إلا إذا في الطفل عنده ألم، أو حتى الشخص العادي ما يصير إلا إذا عنده ألم. وهذا اللي احنا نحاول نغيره، فعشان في احنا عندنا عيادة لصحة الطفل اللي هي من سنة وفوق حتى أقل، بس وظيفتهم ان شو توعية الأهالي حق صحة الفم. ممتاز. فقط. فهذا شيء وايد زين، فهم يجون حق التطعيم في نفس الوقت يعني نشوف أسنانهم، يستفسرون والأشياء البسيطة يعني حتى هم يعرفون أوه هل الطفل لازم يتحول الحين يشوف طبيب أسنان أطفال، يعني ما مو بالمراجعة الدورية الكافية. ممتاز. هذا بالنسبة لداخل الهيئة. نعم. أما بالنسبة لخارج الهيئة
هي طبعا ما شاء الله وايد عندنا دورات توعيه في وايد مدارس خاصه سويناها، في وايد فعاليات ضمن مثلا المستشفيات او حتى الفعاليات الخارجيه مثلا اللي يسوون مثلا جمعيه داون سندروم والجمعيات الاخرى، دوم الاسنان كومبارت يعني جزء منهم، وما شاء الله لو تشوفين كيف الاهالي كيف انهم يعني وايد مستانسين ويسألون ويتعلمون يعني يوم عقب يوم، وهذا كيف نعرف انه نجح؟ انه وايد الحين اللي سوينا لهم التوعيه هالاطفال بدوا يجون الهيئه كمراجعين وك يعني يهتمون اكثر، كانوا يعرفون هالخدمة أصلاً متواجدة عندنا يعني. ممتاز، وهاي يعكس نجاح الدور التوعوي اللي تقومون فيه. ايه. كذلك. ايه. كذلك. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة غادة خليل. شكراً حبيبتي. شكراً على الاستضافة. شكراً دكتورة غادة خليل أخصائية أمراض الأطفال في هيئة الصحة بدبي. شكراً لك. شكراً. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص خدمات صحة الفم والأسنان والخاصة بالأطفال بهيئة الصحة بدبي. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث عن عملية جراحية أجريت في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي. نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي من إجراء عملية ناجحة لمريض كان يعاني من ورم عميق ونادر يقع في قاعدة الجمجمة، حيث تكللت العملية بالنجاح التام. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور إياد الحمادي، استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة مستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور إياد. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا. صبحك الله بالنور والسرور دكتور. دكتور بداية مبارك لكم على نجاح هذه العملية. ألف شكر، شكرا جزيلا، وهذا نجاح لكل هيئة صحة دبي إن شاء الله. الحمد لله. بمشفى دبي بشكل خاص. الحمد لله، ونتمنى لكم التوفيق أكثر وأكثر. دكتور حابين نتحدث أكثر عن العملية نفسها، أو كذلك بداية الأعراض اللي كان يعاني منها المريض أول ما ياكم المستشفى. الحقيقة هي مريضة شابة وما كان في عندها أعراض واضحة، يعني كان في إحساس بسيط بخدر أو نمل في الوجه. نعم. في جهة الورم. زائد صداع غير واضح المعالم، يعني ممكن تتراجع بشكل عادي روتيني بعض العيادات لمسكنات الألم وإلى آخره. نعم. لحد ما راجعت بعدين قسم الأنفلونزا في مشفى دبي، فكان في مثل ما حكينا الخدر والنمر في الوجه كان غير متناظر بالنسبة للإحساس بالوجه بالطرفين، زائد موضوع حس الألم المبهم اللي كان عم يوارد، هذا أكثر شيء كان. وكان في دوار بسيط، لكن هذا الدوار ممكن ما يكون له علاقة أساساً بالمرض. نعم. بالورم نفسه. بس كان تركيزكم أكثر اللي شكيتوا فيه أن عندها يعني إحساسها والخدر كان مختلف في الجهتين. تمام. الإحساس نعم. الإحساس بالوجه بالجهتين غير متناظر. نعم. يحس الخدر والنمل بجهة الورم جهة اليسار. صحيح. وهذا ما دعانا لحد نعمق به موضوع الفحوصات كذلك. الفحوصات والاستقطاعات. نعم. فحابين نتعرف أكثر شو الإجراءات اللي انعملت لها وكذلك الفحوصات اللي قمتوا بها لما وصلتوا للتشخيص نفسه. نعم. الحقيقة احنا عملنا أول شيء منظار للأنف. نعم. الأنفي. فكان في واضح أنه على الجهة اليسار كان في مثل انتفاخ بسيط او تورم بسيط داخل على قاعده الجمجمه من الداخل من جهه البلعوم الانفي. نعم. ما كان موجود على الطرف الاخر، وبالتالي اضطرينا فورا ان نعمل اشعه مقطعيه. نعم. للانف والجيوب الانفيه، فلاحظنا انه في تاكل ببعض عظام الجمجمه بالعمق، لكن مع ذلك الى الان ما تشخص معنا شيء واضح، لذلك لجأنا مباشره للرنين المغناطيسي للدماغ. الرنين المغناطيسي للدماغ مع ماده ظليله. نعم. اظهر وجود الورم على سطح قاعدة الجمجمة من العمق. نعم. بين تراكيب عظام الجمجمة، وكان ورم كبير بحدود أكثر من 5 سنتيمتر تقريبا. كبير. نعم. مشكلة النوع من نعم دكتور، مشكلة النوع هذا من الأورام. نوع من الأورام ما بدأ يظهر يعطي أعراض ليبلغ مرحلة كبيرة، يعني صحيح. هو الأعراض تبعه بالحجم.
بيضغط على العناصر المجاورة، بيضغط على العناصر التشريحية المجاورة، وبالتالي ممكن يأثر على خلل بالوظيفة فيها أو العصب نفسه منه ينشأ منه، ممكن أنه يؤدي لخلل بوظيفة العصب نفسه الناشئ عنه الورم، لأنه هو ورم ينشأ على حساب الأعصاب. صحيح. كذلك الدقة دكتور، يعني وصفك الدقيق أن كذلك عند الفحص كان يعني حتى الإحساس أو التخدير عندها مختلف في جهتين الوجه، يعني جهة كان طبيعي فرضا والجهة الثانية عندها اختلاف كان فيه، يعني صحيح. حتى دقتكم في الفحص كانت دقيقة، يعني ما شاء الله، يعني هذا كله يلعب دور، يعني تاريخ المرضي كذلك الفحص وكذلك يعني حتى طريقة الفحوصات اللي أجريتوها، يعني اعتمدتوا سلسلة معينة من الفحوصات اللي تحتاجها المريضة عشان التشخيص يكون سليم وصحيح. هذا صحيح، الحمد لله، يعني بعيادات المفنجرة بنحاول نعطي كل مريض حقه وما نهمل أي شكوى من شكوى المريض مهما كانت بسيطة. الحمد لله. يعني هو الاستماع، الاستماع لقصة المريض بالدرجة الأولى هي أهم شيء بالموضوع، وبالتالي ما نحاول نغفل أو نهمل أي شكوى من شكوى المريض. صحيح، وهذا مجهود صراحة وتشكرون كذلك عليه. الله دكتور، بالنسبة للفترة الزمنية اللي استغرقتها هذه العملية، وخاصة أن هذه العملية يعني دقيقة، يعني في قاع الجمجمة، ويعني وتعتبر دقيقة من نوعها. صحيح، هو أولا العملية دقتها بسبب أنه المكان الوصول له صعب جدا. صحيح. يعني سابقا أو ما كان يتم أي إجراء للمريض ينترك الورم بحاله مهما كانت الأعراض أو المشاكل اللي عم يسببها، أو كان يتم الدخول عليه لازم يتم استئصال وتخريب شديد بالوجه وبعناصر الجمجمة الأساسية ليتم الوصول للورم استئصاله. حاليا الحمد لله من خلال المنظار بالأنف، الإمكانيات الموجودة معنا يعني بمشفى دبي تحديدا في أولنا، زائد الخبرات الموجودة، صار ممكن نوصل على هالمناطق بأقل أذى ممكن، بأقل ضرر للمريض ممكن بشكل سريع. قد لا يكون سهل، لكن حياة بأقل مضار على المريض أو مضاعفات ما بعد العمل الجراحي. لذلك العملية أخذت حدود الأربع ساعات تقريبا، إن شاء الله وقت كبير، بين استئصال الأربع ساعات عمل، يعني بغض النظر عن التخدير وإلى آخره والتحضير، لكن أربع ساعات عمل لبين ما تم الوصول إلى الورم واستئصاله بشكل كامل. زائد المشكلة هو الضياع المادي اللي بده يحصل بالمكان بعد استئصال الورم، ضياع مادي كبير بمنطقة حساسة. صحيح. لازم تم عملية تصنيع له، وخلال وصولنا للعملية يعني مسارنا للورم اضطرينا حتى انه نضحي بالطريق الدمعي على الجهة اللي هي جهة الورم اللي كانت على الجهة اليسرى. نعم. واضطرينا نستعين ب، وطبعا هذا كانوا جاهزين معنا، انه كانوا موجود جاهزين معنا اطباء العيون، عملوا تصنيع لطريق دمعي جديد بعد ما تم استئصال الورم وتصنيع الضياع المادي، صنعوا طريق دمعي جديد. ممتاز. كله تم بنفس الجلسة، بجلسة واحدة يعني. ممتاز. وكذلك قبل العمل الجراحي عملنا على المؤاخذة المقاطعة، قبل العمل الجراحي احنا حضرنا المريضة بعد الاستقصاءات في كلاتها، يعني كان في استشارة جراحة عصبية، استشارة أعصاب، استشارة عيون، كله كانوا جاهزين وكل هذول الاختصاصات أبدوا رأيهم، وبنفس الوقت الحمد لله أبدوا استعدادهم للتدخل معنا في حال اضطرينا لأي أحد منهم. ممتاز. وهذا دور كذلك، يعني أن يعني حتى التخصصات الثانية اللي محتاجينها في وقت العملية يعني كانوا موجودين كذلك. نعم. كفريق عمل كبير على أساس يعني يعني صحة المريض وسلامته، وركزتوا على كل جزء بسيط في يعني في جسم المريضة كذلك، يعني خاصة في المنطقة الدمعية، يعني ما فقط كان التركيز على الورم اللي استأصلته. بالتأكيد، يعني إحنا بالنهاية الغاية فائدة المريض بشكل تام بغض النظر عن التكاليف، بغض النظر عن المجهود. صحيح. وبالتالي تم التحضير بشكل جيد للحالة، وما دائما تعاملنا مع كل مرضانا موضوع الكلفة أو المادة أو المواد اللي ممكن تستهلك أو تستخدم الحمد لله متوفرة وما ممكن ندخل عليها بأي مريض مهما كانت قيمة. ممتاز. دكتور، حدثنا أكثر عن التقنيات اللي تم استخدامها في العملية كذلك. أولا العملية تمت بالمنظار عن طريق الأنف، يعني ما كان في أي شقوق خارجية أبدا. هذا شيء مهم طبعا جدا. ثانيا حافظنا على البنى التشريحية الأساسية، كمان ما اضطرينا أنه نؤدي لأي أذية لأي عناصر تشريحية، وبالتالي ممكن يؤدي لمضاعفات أو اختلاطات للمريض فيما بعد العملية. المهم إحنا أنه نؤدي نفيد المريض وبأقل خسائر ممكنة أو حتى بدون أي خسارة أو مضاعفات.
الورم كان قريب جدا على العصب البصري، كان قريب جدا على الشريان السباتي اللي هو الشريان الأساسي المغذي للدماغ. استخدمنا بالحالة يعني المناظير بمختلف الدرجات، جهاز المونيتور طبعا، كذا جراح عم يشتغلوا، كذا جراح عم يتابع العملية بنفس الوقت. العملية تم استخدام فيها جهاز النافيجيشن أو جهاز الملاحة، اللي هو جهاز يساعد الجراح على تحديد العناصر التشريحية وتحديد المسار، لأنه هي عملية صعبة من مكان مثل ما حكينا ضيق، وأحيانا نزف دم إجباري موجود، وبالتالي صحيح. أي دم، كمية دم بسيطة بالساحة رح تغطي الرؤية على الجراح صحيح. لكن بمساعدة النافيجيشن أو جهاز الملاحة، هو جهاز متوفر بالمناسبة، أحدث جهاز متوفر حاليا بالأسواق، ومتوفر بمشفى دبي، وغير متوفر أعتقد بمناطق أخرى بدبي على الأقل. كذلك دكتور اللي ذكرته، نعم أسف على المقاطعة، كذلك اللي ذكرته أن الورم كان بجنب العصب البصري وبجنب يعني تغذية واحد من الشرايين اللي تغذي الدماغ كذلك، يعني هو حتى كان منطقة. على العصب البصري تماما. نعم. فيعني كان على العصب. نعم. فيعني يحتاج مجهود أكثر وتركيز أكثر في أن عدم إصابة أي جزء من الأجزاء الثانية. صحيح. وكان في طبيب عيون موجود معنا بالجراح، عيون موجود معنا بالعملية، كان عم يراقب، هو بنفس اللي عم يراقب العين طول فترة الجراحة، احنا عم نشتغل في علاقات الجمجمة وحول العصب، كان هو متولي مراقبة العين. يعني النافيجيتر أعطاكم كذلك يعني استيعاب كثير من النافيجيتر، أعطانا ميزة جدا مهمة. نعم. أعطانا يعني أعطانا دفع وقوة، أنا أعتقد يعني بوجوده كان صعب جدا أنه نقوم بالعملية، أنه راح تكون مغامرة كبيرة على حياة المريض، لأنه مو بس على الرؤية عند المريض، لأنه الشريان السباتي والشريان الأساسي المغذي للدماغ على الجهة اليسار، لا سمح الله أي إصابة كانت راح تؤدي لنزف ممكن أنه ما نقدر نسيطر عليها، وبالتالي قد نخسر مريضنا. صحيح صحيح. ويعني الجميل في التقنيات الحديثة أن سهلت كذلك على سواء الطبيب وكذلك المضاعفات بعد العملية، أو حتى المضاعفات تكون أقل بالنسبة للمرضى. صحيح تماما. توفر الإمكانيات هي مثل ما حكيتك هو اللي شجعنا أصلاً إنه نبدا، ولذلك النوع من العمليات نادر أصلاً، لأنه يحتاج مثل ما حكينا مو بس لخبرة جراحة، لا يحتاج لإمكانيات صحيح. تقنية عالية، لخبرات طبيب، أطباء تخدير، عناية قبل العملية وتحضير قبل العملية، عناية بعد العملية، جراحين عصبية وجراحين أذنية، جراحين عيون يكونوا على كفؤ متواجدين في حال أي مضاعفات أو أي اختلاطات ممكن الداخل، يعني شخص واحد وحده ما رح يقدر يكون فيه مهما بلغت خبرته صحيح. دون التجهيزات هي، وهذا اللي حكيت جهاز النافيجيشن هو احنا يعني الاحدث واللي دخلناه من فتره بسيطه، يعني قدرنا ندخل حوالي سنه تقريبا، يعني قدم فائده كبيره جدا حقيقه بالعمليه. ممتاز دكتور، هل تعدون هالعمليه او من العمليات النادره؟ طبعا، لانه الورم اساسا هو ورم نادر يعتبر. نعم. تشكل 1% من نسبة الأورام عموما. والنقطة الأخرى هو توضعه، يعني هو أو يصيب الأورام الوحيدة عادة ما يشوفه بالقدم، بالساق، بالإيد، فأماكن مكشوفة سطحية سهل الوصول إلها، لكن هذا المنطقة هي سبحان الله حب أنه يجي بعصب عند مخرجة من قاعدة الجمجمة، على سطح قاعدة الجمجمة تماما، صحيح. مكانه صعب جدا، وبالنسبة مثل ما قلت لك يعني كان هو على تماس مباشر مع العصب البصري ومع الشريان السباتي، لكن كعملية نادرة لها السببين، التوضعه زائد انه هو بالورم اساسا من العملية بهالاماكن هي نادرة جدا. ممتاز دكتور. طبعا الحين اي شخص يسمع بقصة ان كانت المريضة تشتكي فقط بصداع او تشتكي فقط بدوخة واكتشف ان عندها ورم، طبعا معظم الناس يعني او عدد كبير بيتخوفون ان معقولة هالاعراض تكون بس باورام، فكيف الشخص يقدر يفرق او يعني يعني ان المريض يفهم اعراضه ويتوجه للطبيب المناسب قبل ما تكون الحالة أكثر؟ كلامك وجيه جدا وسؤال فعلا جدا مناسب. إحنا ما بدنا نخوف كل واحد يصير عنده خدر أو نمل بسيط في الوجه. هذا الخدر والنمل هو أساسا هي وسم. أولا تشخيصه هو حقيقة صعب، وممكن يتأخر تشخيص النوع من الأورام، لأنه هي أورام صامتة، يعني مثل ما حكينا من البداية ما تبدأ تعطي أعراض، تبدأ بتصل لأحجام معينة. صحيح. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني الصورة يجب أن تكون متكاملة، يعني مو مجرد المحس بخدر النمل البسيط، قد يكون الأسنان، مشكلة بالأسنان، باللثة،
صحيح. التهاب بسيط بالجيوب، رض على الوجه ولو بسيط ممكن يؤدي إلى حس خدر أو نمل لعدة أيام مثلا بعد الرض، آفات سنية ممكن تعمل مشاكل أخرى مع خدر النمل، فلازم تتكامل الصورة يعني لكن المريضة جتنا إحنا بتورم بسيط، في عدم تناظر بالوجه بالطرفين، نعم في وجه منطقة متبارزة شوي الخد، خلينا نقول مشان نبسط الأمور ايه. منطقة الخد كانت أوضح أنها متورمة شوي على الجهة الأخرى بدون ما يكون، ومستمر التورم هذا بالزيادة صار له فترة بسيطة بدون ما يكون أي أعراض أخرى، ما في أعراض التهابية، ما عندها حرارة، ما عندها ألم، ما عندها قصة رض، ما عندها قصة عملية، ما عندها مشاكل أسنان بالفحص، لذلك إحنا توجهنا أنه قد يكون في شيء خفيف فعلا يعني عميق، وعملنا المنظار، بالمنظار لاحظنا كمان أنه في على جهة في بقاعة الجمجمة لما وصلنا للعوم الأنفي قاعة الجمجمة فيها شوية هبوط تبارد كأنه في شيء جوا دافع، وهذا السبب وجهنا فورا أنا ممكن المريض عنده حس خدر أو نمل لازم نعمل أشعة مقطعية صحيح. أو لازم نشك بورم أبدا صحيح. لكن لا يجب أن تكون في صورة متكاملة بالموضوع صحيح، بخاصة أن أنتم ركزتوا على التاريخ المرضي للمريضة بالكامل وكذلك نتيجة الفحوصات، يعني أنتم بينيت في أول لقاء يعني بداية اللقاء وياك أن كان الفحص بهالطريقة، تاريخ المرض بهالطريقة، يعني هذه الأشياء كلها جمعتوها وحطيتوا في بالكم التشخيص اللي بيكون يعني أو شو الأشياء الثانية اللي تحتاجونها عشان يكون التشخيص نهائي من الناحية الأخيرة. صحيح تماما، يعني الطبيب هنا تجي المهارة السريرية، الطبيب لازم يعني ياخذ المريض كوحدة متكاملة صحيح. ولازم يكون عنده صورة فكرة مسبقة شو الشيء اللي عم يبحث عنه أو شو اللي ممكن ترى يكون سبب لهالأعراض صحيح، فلازم ياخذ بعين الحسبان وإلا ممكن تفوت المسألة ويضيع على المريض فرصة تشخيص مبكر. صحيح، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور إياد. شكرا جزيلا شكرا لاستضافتكم مرة أخرى. شكرا دكتور إياد الحمادي استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة بخصوص عملية جراحية لورم عميق ونادر يقع في قاع عدة الجمجمة في مستشفى دبي. هذه كانت آخر فقرة لنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البراون وفي التنسيق ميرا المري وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.